مش راكم لاباسين ان شاء الله تكونوا كامل كامل بخير على خير. تما تشوف الفلوق ديال تاع اليوم نقول لكم مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا هذا وين البارح نوجد الحقيبه تاعي تاع الولاده ان شاء الله، على بالي بلي راني روطار، اما الله غالب الحوايج يعني ما وصلوليش بكري. كما تعرفوا مع هذه الاوضاع الواحد يعني ما يقدر يخرج ما يقدر يشري. الحمد لله يعني راح نوجدها وانا مازالني ما ولدتش، مالغري راني روطر بالبزاف، اما معليش بنتي الاولى يعني وجدتها لي ماما كانت وجدتها لي هي. اما هذه المره كما تعرفوا مع هذا الوباء ومع هذا المرض يعني ما قدرت تجي ما قدرت والو، اضطريت اني نوجدها وحدي وخلاص. وحبيت نشاركها معكم، حبيت نوجدها معكم. المهم انا راح ندير في هذه تاع بنتي يعني تاع جوري، ما قدرتش نخرج ولا نشري واحد اخر، ميم في الانترنت ما لقيتش باه نشري، ندير في هذه تاع بنتي وخلاص. المهم صبروا نوريكم قبل المشتريات اللي شريتهم، زدت شريتهم، شريت له هذا البيجاما. وهذا السراول شريت ثاني، شريت منهم ثلاثة، شريتهم قطن يعني لجل سخانة. وش شريت وشريت هذا يعني كملت مشتريات خفيفة برك اللي لقيتهم في الانترنت، حتى يتفك علينا هذا الحظر ويروح علينا هذا الوباء ونخرج يعني نشري. وزدت شريت هذي، هذي عندي وحدة تاع بنتي كانت عندي شريتها لي ماما نهار ولدت، وحدة غوز اما ما حبيتش نديرها قلت نشيل وحدة اخرى، خفت بنتي خفت تغير يعني تولي تقولك انا اللي نرقد فيها وذاك، وليت خليت لها تاعها وهو شريت له وحدة. شريت هذي مهم، هذو هما المشتريات الاخرى هذو اللي شريتهم للبيبي. المهم راح نوجد ان شاء الله، ما رانيش راح ندير حوايج بزاف ولا مهم يعني ندي حوايج قليل هكذا ما نكثرش عليا بزاف، غير قدر من الولد اللي نستعملهم برك، باسكو يعني جربت من قبل وشفت يعني الحاجة اللي نحتاجها والحاجة اللي ما نحتاجهاش. المهم هذه هي اصلا هنا في لاكلينيك يعني يقعدوا ربع سوايع خمس سوايع، تقدر تخرجي اذا كانت الحالة تاعك يعني مليحة، حالتك الصحية يعني عادية ما بيك والو ولا البيبي ما بيه والو، تقدري في ربع سوايع خمس سوايع تخرجي. وكاين اللي يحب يبات، انا قلت يعني راه كون يخليوني وتكون الحال وكون ولدت بخير يعني في ربع سوايع والله نخرج ما نبقاش مع هذا المرض يعني الواحد يخاف. فلها راح نوجد يعني حوايج تاع حوايج خفيفة، المهم حوايج البيبي. انا راح نديلو هذا اللبسة، وقالوا لي يعني هنا يدوشوهم هنا في لاكلينيك هنا يدوشو البيبي، فراح نديلو هذا اللبسة، نديلو معاها هذا التريكو اللي من تحت هكا، نوجدهم مع بعضهم باه كي نولد يعني كي يجبدو اللبسة يلقاوها سهلة. هنا كي نوجدوهم هكذا يعني كلش مع بعض باه من بعد الوحدة تروح تولد يعني تلقى كلش ساهل. وهذا ثاني معاهم هذا اللي نخرجوا به، وريتوكم المرة اللي فاتت ها. هذه هي اللبسة يعني اللي راح نلبسها له ان شاء الله. نوجدها هنايا هنا هذه البيجامات يعني
هادو ما نديرهمش دروك. المهم هنا عندي درا، انا ديت معايا درا بيه نفرشو اونسي جامي، يعني باسكو ثم يعني واحد يعني يلقى في لاكلينيك، اما الواحد كي يدي حاجته هو احسن. مع هذا المرض كيما قلت لكم هذاك، الواحد يعني يدير احتياطاته. ندي معايا هذا الدرا، هنا البيجامة نوريكم بيجامة اللي شريت. جبت هذا البيجامة، جبتها في الغوص، واني جبتها عريضة يعني هي على جال السخانة. هنا جبتها بالقفيل على جال الرضاعة، وهنا جبتها عريضة على جال السخانة، يعني جبتها قطن. يعني هنا عندنا سخانة، سخانة تكتل، الواحد يجيب حاجة عريضة أحسن. هذا السروال تاعها جبتها بسروال، جبت زوج بيجامات. هذا اللبسه ثاني ما رانيش راح نديها، يعني ديت غير وحده كيما قلت لكم. جبت هذه نفسها، شنو الاختلاف في الالوان. المهم انا راح ندي هذا البيجامه، هذه هي البيجامه اللي راح نديها. هنا ديت معايا فوطة لا ما ننسى، هنا الكلافيه، وهنا هذا حوايج تاع البيبي. كنت راح نديلو يعني زوج لبسات، قلت احتياط، كنت راح نديلو هذه وهذيك، قلت احتياط، ومن بعد قلت ما كفر عليا ما والو. اصلا لاكلينيك يعني قريبه لينا، هنا ماشي بعيده بزاف. هذه نحط فيها الحوايج، هذه قلت نحط فيها البيبرون، جبت صغيره البيبرون نحطه هنا وخلاص. نحطوها غلاس، لا نحطو هنا، غادي نحط فيها الحوايج. هنا ديت زيت جونسون بعد ما يدوشوه، هنا هادي تاعي، هادي تاعي. ندي معايا وحدة صابون ليا، هنا دونتيفريس، هذه ثاني نديها معايا أونكا، يعني يحتاج البيبرون ولا البيبرون نحطو هنا. المهم هادو هما الحوايج يعني الأساسيين اللي راح نحتاجوهم، أما مو نسيت والو. هادو هما الحوايج الأساسيين، وبلا ما ننسى ندي معايا الكحول. هنا سوسات نسيتها، دير السوسات تاني. المهم هذه هي، ما نسيت حتى حاجة. نبدا ندير زوج تاع لاكول تاني اونكا، يعني نحتاجهم. نحطهم هنا، يعني ننصح اي وحده راح تشري حوايج تاع البيبي يعني اول مره، ما ننصحهاش يعني تشري حوايج بزاف، باسكو البيبي راح في الاول في الشهر الاول برك اللي يلبسهم، اما يعني يكبر ثم يكبر، يعني القش هذاك يولي كامل يجي صغير، وعليه نبذلوا والله. يعني الاحسن الوحده تشري غير حوايج يعني قليل يلبسهم في الشهر الاول، ومن بعد تولي تشري له حوايج اللي يجيو قدو. اما في الشهر راح هاد الحوايج اللي نشروهم يعني يجيو غير في الشهر الاول، وبعد في الفم يكبر، وكي يكبر تولي يولي هذوك الحوايج غير يروح. وان شاء الله يا ربي، يا ربي ان شاء الله يرزق كل محرومة، ان شاء الله بالذرية الصالحة، ان شاء الله يا ربي تعيش هذه اللحظة. والله دائما ندعي دائما ان شاء الله
ان شاء الله يعني ما يخلي حتى وحده يعني محرومه ولا ان شاء الله اللي فيه الخير اللي فيه الخير ان شاء الله يجيبوا ربي يعني ما تفقدوش الامل ما تبكي واش ولا ان شاء الله والله يا ربي ان شاء الله يرزق كل محرومه ان شاء الله راهم كاينين يعني ب 12 سنه ب 13 سنه في الاخير ربي يرزقهم. ننصح اي وحده يعني ما تقطعش الامل تشوف مع ربي سبحانه وتدعي ربي سبحانه وان شاء الله ربي يرزق كل محرومه ان شاء الله يا ربي. مهم باه ما يجيش الفيديو طويل. هذا هو الفيديو تاع اليوم. حبيت نشارك معكم يعني كان فيديو بسيط شاركت معكم الحقيبه بدون مبالغه بدون ما ندي حوايج ما نحتاجوهمش. على بالي الوحده تكون اول مره يعني تكثر تدي هذه من تدي هذه من. انا كي كنت في كي جيت نولد بنتي نقول ماما ندي هذه ندي هذه ندي هذه تقولي ما تديش. دوك نحط لك يعني الحوايج الاساسيه برك اللي تحتاجيهم بس كل باقي كامله كي ما تحتاجيهاش راني وجدتها معاكم. مازال لي غادي نستنى البيبي هذا مكان. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم نتمنى ان شاء الله نكون خفيف عليكم ودعوا لي ان شاء الله ربي يسلك وحلين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.